In the Land of Saints and Sinners، فيلم أكشن وجريمة، إنتاج 2023، مدة الفيلم ساعة و45 دقيقة، يصلح للمشاهدات العائلية، متوفر للمشاهدة. الفيلم شارك بعدة مهرجانات. قصة الفيلم: في قرية في الريف الأيرلندي يكافح رجل من أجل الخلاص وتخطي كافة الأخطاء التي ارتكبها طيلة حياته، ولكن يكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة وأن هناك أخطاء لا يمكن تكفيرها. السيناريو والحوار: بناء السيناريو جيد، بناء تقليدي، بداية وسط ونهاية، يبدأ بحدث صادم شيئا ما، بعد ذلك توضيح الأبعاد الدرامية والشخصية لأبطال الفيلم مع الاهتمام بأدق التفاصيل، وبعد ذلك وصولا للمنتصف وذروة الأحداث وبدء الصراع، ونهاية مليئة بالأكشن. السيناريو بشكل عام ذو حبكة جيدة مع عمق مقبول، لكن السيناريو مليء بالكليشيهات ويفتقر إلى الإثارة على الرغم من كثرة الأسلحة والسكاكين والقنابل. الملفت الاهتمام بالتفاصيل على عدة أصعدة: الإخراج والتصوير والإضاءة. الإخراج متميز، قدر يجمع بين عدة عناصر من الإخراج التقليدي والأكشن المناسب للحقبة الزمنية اللي بيدور بها الفيلم. ديكوباج المخرج اللي هو تقسيم المشاهد للقطات تم بتتابع سلس ومناسب للإيقاع العام مع حركة كاميرا بها لمسة درامية أضافت الكثير. جودة التصوير جيدة جدا مع إضاءة درامية وبتعكس الأجواء والحقبة الزمنية اللي بيدور بها الفيلم مع ألوان مناسبة أيضا. الموسيقى اختيارات جيدة وأضافت المطلوب. المونتاج قطع سلس ومناسب للإيقاع العام بالفيلم. الديكور ممتع، خصوصا الاهتمام بالتفاصيل على عدة أصعدة، من أماكن تصوير إلى الديكورات المستخدمة إلى الملابس إلى الإكسسوارات. فريق عمل الديكور أدوا وأضافوا سحر خاص للصورة اللي كانت غنية بالتفاصيل. الممثلين: أداء جيد ومتوازن من الجميع مع توجيه جيد من المخرج والسيناريو. تقريبا منذ فترة ليست بالقليلة لم نرى بطل الفيلم بعمل مكتوب جيدا وذو قصة وحبكة وعمق. أغلب أفلامه مؤخرا بتكون تجارية. اختيار الممثلين جيد حيث يضم ممثلين من أيرلندا، لذا فإن اللهجات أصلية. الفيلم ذو أجواء كلاسيكية ممزوجة بالأكشن والجريمة والدراما الملائمة للحقبة الزمنية اللي بيدور بها الفيلم والأجواء الريفية مع الاهتمام بأدق التفاصيل. يستخدم الفيلم المناظر الطبيعية في أيرلندا بطريقة مذهلة وخلابة لرفع مستوى السرد الذي يمكن التنبؤ به والسطحي من حيث الموضوع، معتمدا على قيمة ترفيهية بسيطة ومباشرة وسريعة الوتيرة لإرضاء معظم المشاهدين. لن يثير هذا الأمر إعجاب الكثير، خصوصا اللي بيتفرجوا على بطل الفيلم بسبب أفلامه اللي بتكون أكشن وعنف أكتر منها درامية، لكنه أيضا ليس في وضع يسمح له بإحداث خيبة أمل جماعية. ففي النهاية تبين أنه أفضل من المتوقع بشكل مدهش. الفيلم يستحق المشاهدة ولسهرة عائلية جيدة. تقييم للفيلم هو 6/10.